من حلويات الكون في نابلس وشارع مستشفى الإنجيلي في نابلس. نقول لكم هذه الصورة عن إحدى محلات الحلو في مدينة نابلس. هذا هو أشهر صار أشهر محل حلويات في مدينة نابلس. وأرى محمد خميس اعزم على جماعتك يا أبو خميس، اعزم عليهم. ذا مستر جاستينو، جاستينو هيو أبوك، مستر نيك هي... علي هيو أبوك قاعد بوكي في ديت تنتين. بدي يطلع صدر هلا بس. ما شاء الله رب العالمين، هذا المحل دائما من رمضان السنة الماضية، وأنا جيت مع خميس وسامر المرعب في زيارة خاطفة إلى مدينة نابلس. وكما تشاهدون الآن الزباين، المحل مكتظ بالزباين، فكان السنة الماضية نفس الشيء. فالمحل مشهور وشغل ممتاز جدا وكنافته طيبة. تفضلوا معنا، فأهلا وسهلا بكم يا مغتربين. والآن بانتظار تنزيل صدر ثاني حتى نأخذ لكم صورة كاملة عن الكنافة النابلسية الشهيرة. ما شاء الله. والآن ننتقل بكم إلى مقهى الحموز. يا إلى مقهى الحموز، نشوف شو كاتبين عليه الاسم. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. هذه مقهى الحموز. أتذكر وأنا ولد صغير أبوي جابني أجا فريد الأطرش وأسمهان وعملوا هنا مسرحية. أهلا بي من حوارة نابلس، مغترب في أمريكا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذا الكلام موجه إلى وليد العوادي، فيا وليد هذا مقهى الحموز. العافية. نعم هلا بناخذ الاجار منك، لانه هذا بدنا نحطه على اليوتيوب على الانترنت، نعمل لك دعايه كبيره. أهلين بلحيتك. اسم الكريم بالله. أبو خالد. أبو خالد. حياك الله. من أي منين؟ من نابلس. من نابلس جبل النار. من جبل النار. من أي عيلة؟ حياك الله. من دال خي. الحموز. 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 أهلا وسهلا بأبو خالد، ونتمنى لك التوفيق. ففعلا إنه محلك شهير مشهور جدا. أنا جيت السنة الماضية. بتشرفوا يا عم. أهلين بيك. قعدوا مضيفكم يا عم. الله يبارك فيك. في عرس في حوارة ورايحين نحضره، وإلا كان يعني يعني بسرنا إنه نقعد هون ونشارككم في هالقعدة الحلوة. هذه القهوة أتذكر في الزمانات أبوي جابنا عليها وحضرنا فيها أسمهان وفريد الأطرش في مسرحية. القهوة هاي عمرها 118 سنة عمر القهوة هاي.
لأي ساعة بتسموا يا أبو خالد؟ نعم شيئا الله 11-12 إن شاء الله في أقرب فرصة بتشوفني كمان مرة ثانية، بس تشوفوا على اليوتيوب عزة قادر يوتيوب موجود على النت، أكثر من 350 فيلم صرت منزل فيها الشهر على نزلت قهوة فوت جوا طلع الصالون. بدي أجي أعمل صورة كاملة، بس عنا عرس في حوارة بنروح نحضر قبل ما يخلص الوقت. يا ميت أهلا وسهلا. طيب نتركك في أمان الله. يا ميت موفق. أهلا وسهلا. عزة الحواري من قهوة قهوة الهموز. برضو عيب إنكم تفوتوا على محل وما نكسبكوش. الله يبارك فيك. من عاداتنا إنه هذا عيب إنك تفوت عنا وما نسيك إشي. بارك الله فيك أبو خالد. واجب علينا. نيجي مرة ثانية إن شاء الله في هالأسبوع إن شاء الله. نستودعك الله والله يوفقكم. مع السلامة. أهلا وسهلا. أوكي. نعود الآن إلى أبو خميس المستعجل دائما. خلاص بدي شوكل. خلاص حلويات الكوني في نابلس. أهلا وسهلا بالشباب. اسم الكريم محمد. محمد إيه؟ مشعر. أهلا وسهلا. ومتى؟ محمد الكوني. محمد الكوني. يا أخي محمد الكوني، أنا محمد الكوني، اشتغلت أنا وياه في قطر في الستين من ال. دكتور محمود. من الستين للسبعة وستين. ساكنين كانوا في الجبل الشمالي وتجوز وحدي شركسية اسمها سهام. الله يرحمه توفى. عائلة ثانية الكوني. أربع عائلات. هذا الكوني اللي في الجبل الشمالي. أنا بعرف. أربع عائلات مصبوط. وبكون شو اسمه على الصيدلية اللي في شارع رفيديا. سالي. سالي. كرابتو. يلا نختتمها والسلام عليكم ورحمة الله. عزة الحواري من شارع شويتر. واحد بكل شارع شو اسمه هذا المستشفى الانجيلي. لا شارع شويتر. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.